التاسعة للثورة يحتشد هذا الشعب في كل المدن المحررة في كل المناطق ليجدد أهداف الثورة التي خرج من أجلها، ليجدد التمسك بها. لا بديل عن إسقاط هذه العصابة المجرمة، لا بديل عن تحقيق أهداف هذا الشعب الذي خرج من أجلها في ثورته، إسقاط هؤلاء المجرمين، نيل حرية هذا الشعب لا نساوم عليها. الروس قتل ليسوا ضامنين، إيران مجرمة وليست وسيط، سيتابع هذا الشعب ثورته، بنادق على الجبهات وصداح في الساحات حتى ننتصر بإذن الله. بصادف ذكرى الثورة السورية 18/3/2020، طبعا لو ببقى متر واحد بسوريا محرر رح نضل نقول الشعب يريد إسقاط النظام، رح نضل نقول الحرية، لأنه هاي الثورة ما في شيء ممكن يخمدها بالدنيا كلها، لا أسلحة ولا صواريخ ولا مدافع، ما بتنخمد إلا إذا انتصرت. من بداية الثورة لما طلعنا كان هدفنا هو إسقاط النظام، كان هدفنا إنه نشوف سوريا مثل بقية دول العالم، بكل دول العالم في نظام جمهوري وفي نظام ديمقراطي، إلا بسوريا ما كان في غير حزب واحد اللي هو حزب البعث. فنحن بالبداية كان هدفنا هو نشوف سوريا بأجمل حلة، سوريا للجميع، سوريا بجميع مكوناتها وجميع طوائفها، ونحن لليوم ولبعد 100 سنة ما عندنا مشكلة مع أي طائفة أو أي مكون، على العكس تماما، نحن بدنا نشوف المسيحي وبدنا نشوف الدرزي وبدنا نشوف العلوي كلياتنا إيد واحدة بسوريا واحدة، بسوريا اللي بنحلم فيها كلياتنا.